ايه هو الانترنت البنكي وازاي تقدر تنفذ معظم معاملاتك اليوميه في اي وقت من اليوم وفي اي مكان من العالم، وازاي تدخل على حساباتك البنكيه بامان وتنجز كل الخدمات البنكيه الخاصه بيك؟ بنكير هيشرح لك كل حاجه في الفيديو ده. بنكير نبض البنوك. معظم البنوك عاملة خدمات بنكية عن طريق الانترنت، والحقيقة الخدمات البنكية دي بيكون ليها مزايا كتير، أولها وأهمها أنك تقدر تخلص أي معاملة بنكية عن طريق الموبايل أو الانترنت. ومن مزايا خدمة الانترنت البنكي أن جميع حساباتك بتكون في مكان واحد، تقدر تشوف كل أرصدتك وحساباتك ومعاملاتك على الحسابات وبطاقات ائتمانك بشكل تفصيلي، بالإضافة لمراجعة ملخصات حساباتك الوديعية لو عامل وديعة، وده كله من تليفونك من غير ما تروح أي فرع من فروع البنك. كمان ميزة الانترنت البنكي انك تقدر تدير حساباتك بطريقة سهلة، تقدر كمان تحدث بياناتك الشخصية او اصدار اوامر دفع مستديمة او تخصيص الاشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة او التقدم بطلب خدمات جديدة او ارسال رسائل امان لفريق العمل الخاص بالبنك. كمان تقدر عن طريق الانترنت البنكي انك تنقل فلوسك بسهولة، سواء عن طريق تحويل الفلوس ما بين حساباتك او لحسابات تانية او محافظة التليفون المحمولة في مصر او دفع الفواتير. واهم عنصر في معاملات الانترنت البنكي انك بتعمل كل حاجه بامان تام. طب ازاي تدخل على الانترنت البنكي؟ الموضوع سهل جدا. اول حاجه هتدخل على الابلكيشن الانترنت البنكي الخاص بيك، لان كل بنك بيكون ليه ابلكيشن. بعدها اختيار بيانات تسجيل الدخول الخاصه بيك، عند التسجيل الخدمات المصرفيه الالكترونيه، وفي كل مره تسجل فيها الدخول هيجي لك سؤال عن اسم المستخدم والرد على احد اسئله التذكر، وهيتم انشاء رمز اداه الامن والحمايه سكيور كي هيكون خاص بيك. بعدها هتدخل الخدمة من خلال اسم المستخدم وكلمة السر، وعند تسجيل الدخول باستخدام كلمات السر تقدر تنفذ أي معاملات بنكية بسهولة. لكن في حاجة مهمة جدا لازم تعرفها، وهي إنك تخلي بالك إنك تطلع من الإنترنت البنكي، علشان لو تليفونك ضاع محدش يستغله ويحول فلوسك. أنا أشرفت أشرف، وإلى اللقاء. بنكير نبض البنوك.